بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم ان شاء الله راح العب لعبة جديدة توها نازلة على الستيم، اسمها بادي. اللعبة نفس نظام لعبة ليمبو، لعبة الغاز بلاتفورم، اللي سواها واحد اسمه سيرجي هوشكو او هيشكو، واحد يعني ظهر مطور جديد، يعني دورت عنه معلومات ولا حصلت يعني اي شيء عنه. بسم الله نبدأ. أنا جربت شوي منها وباينها لعبة صعبة يعني. بسم الله نبدأ. طبعا صمت نفس ليمبو، يعني ما يخيف اللعبة، حتى كيف التحكم ما يقول لك. جربت الكنترولر بس باين اللعبة ما تدعم الكنترولر، لأن لما حطيت يدة الاكس بوكس يعني أقدر بس أمشي، بس ما اقدر انوب، ما اقدر استخدم زر الاكشن، وما يعلمك شيء. حتى انا يعني من خلال اني اجرب الازرار وبس في الكيبورد عرفت التحكم. فبسم الله نبدأ. اللي فهمت ان هذه اللعبة انك تلعب بهذا القط اللي قدامكم، وحاول انه ينقذ بنت، ينقذ مصير بنت، بس هذا اللي يعني عرفته من الوصف اللي موجود في اللعبة. هذا الظاهر البنت اللي ينبغي. واللعبة صعبة يعني، اللي شفتها انها صعبة جدا. انا يمكن بمشي في البداية بسرعة يعني، لان لعبت من قبل شوي، بس لما جيت ام باكتشف الحل اخذت وقت طويل صراحة. نفس جو ليمبو يعني، الالوان دي الرمادي او الابيض والاسود. طيب ده الغاز يعني فيها صعوبة، يعني جربت كذا لغز لما يجي قدام يعني بتشوفه كيف. في بعض الاشياء غبية صراحة في اللعبة، زي في بارت راح جينا راح تشوفوا يعني بارت ان ينقض عليه نسر او شيء، فتمشي مسافة طويلة مات، وبعد ما تمشي مسافة طويلة راح يموت النسر، راح تضطر تسحبه المسافة كلها عشان تركب. ما ادري ليش مات. المفروض يعني طيب. طيب كيف ما فيها اخطاء واجد، فيها جلتشات يعني، واضح ان اللي سواها يعني شخص توه يعني. صار لي وانا العب صار لي جلتش في مكان نفس هذا النسر اللي كان يلحقني، وانا سويت حركة ما ادري كيف وتجاوزته، بس اللعبة علقت يعني لازم تموت عشان ترجع. ما ادري ليش مات والله. شوف الإعادة. طيب مات ليش مات هنا؟ يعني ما شفت شيء ضربه والله، أو يمكن لأن لمست. أوكي فهم، لمست هذا يمكن الجاي. اوكي لازم ما المس الاشواك هذه. اوكي طيب. لا هي يعني مو نفس مستوى ليمبو يعني، فرق اكيد. ليمبو افضل بواجد يعني، بس يعني قلنا نجربها نشوف لوين نقدر نوصل فيها. طبعا هذا تنتبه له، لأن لو إذا ما يعني تنزل راسك راح يضربك، بس تستفيد منه في النسر، مرحلة النسر، لأن تجي تخلي النسر يلحق كل هالمسافة عشان شو اسمه يقتله.
لازم يعني هذه تسويها بسرعة والله راح تطيح. ايه لحظة هذه اوكي يعني انت شو اسمه اتوقع ان هذه يعني تستنى الفرصة المناسبة لما يرفع راسه عشان يعني تتجاوزه. هو الارت حلو عجبني الجرافيكس يعني حتى في الوصف فيها كاتبينها لعبة رعب في الوصف. ايوه هذا هو يعني جلست عنده فترة وما ادري ليش يعني مراحل في اللعبة يطلع لك هذه شكل الفيلم ولكن يعني طريقة حد اللغز ما عجبتني احسها طريقة غبية تمشي المسافة دي كلها وتودي لذاك الهيكل العظمي عشان يضربه ويموت يعني ترجع تسحب المسافة كلها عشان تركب فوق لأنه بعده في يعني منصة رفيعة شوي لازم تحتاج شيء تركب عليه. ما هذا فيه غباء يكون رجعنا يعني للبداية. نسيت ما دمك أوه الحين من عيدة كله طيب ولا يعني من سلبيات لعبة هو فعل يعني ليمبو صدق انه صمت ما يعلم شيء بس انت تعرف من يعني نفسها يعني يكون شيء واضح يعني بس هنا في اشياء على الاقل يعلمك في التحكم يعني يعني حتى لما تدخل اللعبة ما في ستارت ما في اوبشنز القائمة كلها مو موجودة على طول تخش على اللعبة. ولكن ما ادري يعني يمكن يكون طبعا الدنك هنا وهذا راح يقتله بعدين تخيل وتسحب المسافة كلها يعني مشوار مضيعة وقت يعني ما ادري احسه لغز غبي هذا. هذا نفسها اللي تعلقنا عليها وطاحت الغصن هذا وطبعا هي اوتو سيف اللعبة نفس ليمبو بالضبط. انا قريت عنها في ستيم وقول انها ستوري ريش يعني معناها لما تكون القصة عميقة بس ما اشوف ما ادري كيف راح نفهم القصة بهذا الصمت يعني كله. واقول لك ان لها ثلاث نهايات يعني عكس ليمبو اتوقع نهاية واحدة ما ادري اذا في اكثر من نهاية حق ليمبو بس ليمبو حتى النهاية ما كانت. ليمبو اللي عجبني فيها الجيم بلاي حلو والجو الغامض هذا الظلام هذا موجود يعني الجو الغامض والظلام فانا خلني يعني لا احكم عليه يمكن انها تكون يعني لعبة حلوة. يعني احيانا في بعض الالعاب ما تتكلم يعني بس يحط لك مشاهد تفهم ايش يصير يعني احنا كله شفنا ان البنت كانها ترشده تقول يعني تعال هنا طيب اوكي لو انها تدعم الكنترولر كان راح تكون لعبة حلوة صراحة يعني ما انا استغربت حطيت يعني يدة الاكس بوكس فشفت بس اني اتحكم بالانالوج مو بعد الاسهم يمين يسار بس ما في زر قفز ما في زر اكشن هذا هنا بعد طولت انا يعني ما كنت ادري ان في زر اكشن بعدين اكتشفت ان زر الاكشن هو الفار
او التاتش باد هو زر شو اسمه زر الاكشن هذا الظاهر بيت البنت نفسها هذه صورتها يمكن هذا يكون سريرها يعني الفكرة هنا انك تجيب هذا الصندوق وهذا زر الدب يعني الحين راح الدب اللي ساد الطريق هنا بس يبغالك تكون سريع هو يعني لانه راح ينزل بسرعة زي ما كنت شايفين يعني لو تروح وانت مدنك ما راح تلحق يعني اللعبة بشكل عام كلها ألغاز وتزيد صعوبتها قدام بلاتفورم بازلز نقدر نقول يعني زي اللعبة الجديدة اللي نزلت اسمها عن ريفل اللي هو الصوف هذا يا ساتر وفيها جو رعب يعني زي ما شفتوا سحب راسه ما ادري ايش سوى فيه طيب هنا حلو بعدين هنا اوكي طيب اوكي كراسي انا طبعا امشي بسرعة لان لعبت هذا البارت يعني لو اني ما لعبت كان بطول يعني ما ادري انا افكر اني اخلص البارت والعبها انا سويت كذي في لعبة ديزر اللي نزلت لها بار والحمد لله يعني نهيت اللعبة بس ما حبيت انزلها يعني على القناة لان مع الاسف فيها اشياء يعني واجد ما تصلح يعني احطها غير اخلاقية يعني فقررت ان ما انزلها يعني لعبتها بيني وبين نفسي ختمتها لعبة جيدة بس ما تصلح يعني لأي واحد هذا لغز هني اللمبات لازم تولعهم كلهم طبعا ما يقول لك شيء عشان تنزاح هذا الحاجز كل شيء تكتشفه بروحك يعني فأتوقع ان اول شيء تضغط على هذا بعدين هذا اتوقع والله طولت في هذا اللغز على ما عرفت وش اسوي يعني بعدين اول واحد بعدين اول واحد اتوقع لا اختربت مو اول اخر واحد لحظة اول شي هذا بعدين هذا بعدين هو هذا نفسه بعدين اول لا اخر واحد بعدين اول واحد يعني كل سويتش يعني يولع حق سويتش ثاني لين ما تولع تصير هالهزة هذه تقدر تمشي اوكي هذه لازم اتجاوزها لان اتوقع ان هذه تقتلها طيب اوكي هذا
أتوقع أن هذا أسحاب. يا ساتر كيف كذا؟ طيب ما أتوقع أني شفت دف لما لعبت في البداية. والله يعيدوك واجد. طيب لازم أتجاوز هذه. طيب اللعبة اسمها بادي. بادي معناها الصديق، يعني يمكن هذا الخط صديق قاعد بادي صديق يعني. خلنا أشوف. يا ساتر اختارها، أو لازم أروح ذيك الجهة أول. كان لازم أروح ذيك الجهة. طيب أوه هذه نفسها الإيد اللي تقتلني في كل مرة. خلنا نتركها، هذا ما ألمسها، أروح جهة ثانية. اوكي هذه البنت، وظهر هذه امها وابوها، وظهر انهم اهدوها القط. والله ذكرتني بفران بو، لعبة فران بو. اوه ما اقدر اتجاوز هنا. فران بو لما امها وابوها اهدوها القط الاسود. بس حلوة لعبة فران بو صراحة، سويت لها ما تجيك الايد الحين. حلو خلني اروح دي الجهة لأنه يكون أسرع، ممكن نفس الشيء. أتوقع أني أركب عليه وأروح للجهة الثانية. يا ساتر. طيب أبغى لي أتحرك بسرعة. أوكي فهمت ان تتحرك بسرعة. لا طيب اوه كان يضربني لانه يبغاني اشوف المشهد اول. لازم اشوف المشهد هذاك يعني اشوف امها وابوها وبعدين اجي هنا. لازم الحين اتحرك بسرعة. ايش هذا؟ ما ادري كيف عمود الفقر. طيب اوكي اركب. حلو طيب لا كيف هذا يسوي؟ هاي المشكلة راح نعيد ألف مرة. بس صعبة صراحة هذيك. يعني أجي أسرع يعني. الحين بيجيك. والله لعبة ليمبو يعني صحيح ختمتها، بس يعني في بعض المراحل طولت فيها. اوكي حلو ماجي هاي صدق ماجي. خلني خلني اسوي نفس اللي سويته واجلس افكر فيها، بس ما اشوف لها حل. او اني انط من الحبال يعني على طول. مشكلة تخاف انه يجيك ما يعطيك فرصة. طيب قبل لا يجي اركب بسرعة.
الو يجيك متراكض. طيب وش اسوي يعني؟ او اتعلق عليه؟ ممكن اتعلق عليه يعني، هو نفسه هذا الديلة اتعلق عليه. جاك اوكي، هذا عرفناه، هذا عرفناه، هذا عرفناه. في شيء يعني مثلا اسحبه شيء اسحبه احطه في النص او ادفعه. طيب اوه لا لا يمدي يمدي لا يا رجل، لا لا يمدي. بس انا كنت انط، بس كيف طحنا هناك؟ لا يمدي بس هذيك الفخ هذا ما ادري كيف اتجاوزه. نفس ليمبو بالضبط، ليمبو ليمبو معناها الحافة او حافة الخطر. كذي لعبة ليمبو تلاحظ في مراحل واجد لازم تنط حد بحد يعني على الحافة كلش، لو ما تسويها على الحافة تفشل. لا شكلي بتجاوز هالمرحلة دي وبوقف لين ما ندخل على شيء جديد. انا اتاكد انه سوى اوتو سيف. طيب اوكي هذا كاب. لا يمدي أخيرا. لا لا حلو. طيب وش سويت أنا؟ زين تسكر. أوه لا يكون لغز. طيب
كيف هذا؟ ما باين عليه لغز هذا. طيب تعلق هنا. لحظة. اوكي. طيب فهمت، ادفع هذه هناك عشان اتسلق على الخشب. اوكي حلو. اركب. في شيء هنا؟ طيب وش فائدة هذه؟ طيب خلنا ننزل. وش فائدة الحركة اللي سويناها؟ لحظة. خلنا نشوف الرافعة الثانية. في شيء هنا؟ طيب. لا ما في شيء. انزل. أو إني أتعلق عليها أتوقع. أتوقع إني ما بحتاجه. لحظة. أتوقع إني أتعلق عليه. لحظة، يمكن هذا يعني إنه ما يخليه يرجع. طيب لا ما راح يمدينا. هذا الرافع ما ادري ايش فائدتها، لو ادري يعني ممكن احله. اوكي يا شباب، راح اوقف البارت هنا. ظاهر انه راح اطول عشان لا يصير البارت طويل. ان شاء الله اعرف يعني القى الحل حق هذا اللغز. اتمنى ان هذه اللعبه عجبتكم، ان هذا البارت عجبكم. نكمل ان شاء الله في الحلقه القادمه. اشوفكم على خير وفي امان الله.